اهلا بيكم معايا من تاني في فيديو جديد، يا رب تكونوا كلكم بألف خير، واهلا بكل اللي بيتابعوني لاول مره. معاكم غاده استكمال الافكار شهر رمضان الكريم. كل سنه وانتم طيبين. النهارده ان شاء الله معاكم ثلاث افكار لعمل فوانيس بورق الفوم. طريقتها سهله جدا ان شاء الله تعجبكم. هجيب اول حاجه ورقه عشان ارسم لكم عليها الباترون بتاع الفانوس. هنبدا نرسم مثلث مقاسه حوالي 5.5 سنتي. هيبقى 5.5 × 5.5. بعد كده هننزل بطول حوالي 6 سنتي من الجنبين بالشكل ده. والجزء ده هيبقى 2 سنتي. والجوانب دي هتبقى 3 سنتي. والجزء ده هيطلع معانا حوالي 6 سنتي. هنبدأ نحددهم على ورق الفوم ونقصهم بعد ما هنثبتهم مع بعض. دي اسهل طريقة ان انتوا تنفذوا بيها فانوس بشكل زمان. انا بحب شكل الفانوس ده جدا. هيطلع معايا بالشكل ده. هنبدأ نثبت جزء الفانوس اللي من فوق. هنبدأ نثبت أجزاء الفانوس مع بعض. وهتحطوا لزق شمع على القاعدة كده وهتبدأوا تثبتوا عليها الفانوس. بعد كده هنجيب المقص المشرشر أو المقص العادي وهنبدأ نقص شريطة كده. نبدأ نثبتها على الفانوس في الأجزاء دي. الطريقة هنثبت على الجزء اللي من تحت برضو شريطة فوم. ومن اللبني هعمل برضو نفس الطريقة، هحط شريطة هنا على الفوم الأزرق ده. هنبدأ نجيب عصاية شوي وهنبدأ نلف عليها شريطة من الفوم. وهنحط لزق شمع على عصاية الشوي. لو ما عندكمش عصيان شوي ممكن تستخدموا اي شاليمو. بعد كده هنجيب الهلال وشريطة صغيرة من ورق الفوم وهنبدأ نثبتها كده عليها من ورا. نقص نجمة من الفوم اللي هو الفاتح وهنبدأ نثبتها كده. بعد كده هنثبتها على عصاية الشوي من فوق. نسيب مجموعة من النجوم وكتبت كلمة رمضان. هنبدأ نثبتها على الفانوس ونوزعها. طبعا التزيين ده على حسب ما انتوا حابين. وده شكل الفانوس بعد ما خلصنا. لو عملتوه في رمضان اطفالكم هينبسطوا بيه جدا. كمان تقدروا ممكن بدل النجوم دي تكتبوا اسماء الاطفال او اسم الطفل اللي انتوا هتقدموا له الفانوس. قصيت على ورق الفوم ورقتين مقاسهم 7 سنتي × 8.5 سنتي. وقصيت ورقه صغيره بالفوم الابيض مقاس 5 × 7 سنتي. ورقة تاني صغيرة طولها 5 سنتي × 1 سنتي. هبدأ أقسم ورقة الفوم 8.5 سنتي لنص سنتي كده 5 ملي. والناحية التانية برضه بنفس الطريقة. بعد كده هنبدأ نوصل الخطوط دي ببعض كده. قسمتهم بالشكل ده. هجيب المقص وهبدأ أقص الشرايط دي لحد الجزء اللي من فوق ده، مش هتكملوها لحد الآخر. قصيتها بالشكل ده وقصيت الورقة التانية بنفس الطريقة.
هبدأ أجيب الورقة اللي هي مقاس 5×7 سنتي وهبدأ أثبت ورقة الفوم دي عليها كده، هتحط لزق شمع كده. من على الطرف وهتبدأوا تثبتوا الشريطة دي كده، وهنبدأ نقفل الورقة عليها على شكل اسطوانة. واللي بعد كده من الجزء ده هنبدأ نحط لزق شمع، وهنبدأ نثبت ورقة الفوم دي على الأطراف كده من فوق، وهنيجي برضو من عند الخط ده وهنبدأ نحط لزق شمع وهنبدأ نثبت الورقة التانية كده. هنبدأ ندخل بين كل شريطة والتانية ورقة فوم، هتعملوها بالشكل ده كده. كده نثبت ورق الفوم الأبيض على الجزء اللي من فوق، هنثبت ورقة ورقة. ثبت الورقة بالفوم الأبيض، هنبدأ نثبت الورقة باللون اللي هو البينك ده، هنثبته برضو بنفس الطريقة. ثبت ورق الفوم جنب بعض طلعت معايا بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. بعد كده قصيت دايرتين على ورق الفوم قد الدايرة اللي هي من فوق دي. بعد كده هنبدأ نجيب دايرة منهم وهنبدأ نعمل فتحة كده بالمقص في النص، وهنجيب شريطة من ورق الفوم وهنبدأ ندخلها جوه الفتحة اللي احنا عملناها بالمقص. بعد كده هنبدأ نثبتها وهنبدأ نثبت الدايرة بالشكل ده. بعد كده هتجيبوا اي خرز او اي اكسسوار او استرس لو موجود عندكم، هنبدأ نحطه كده على الجزء اللي من فوق. ورق فوم بلونين مختلفين، انا اخترت اللون الفضي واللون البامبي. لو انتوا حابين تعملوه بالموتة هنحتاج 8 ورقات مقاس 3×10 سنتي و 8 تانيين مقاس 3×10 سنتي، يعني حوالي 16 ورقة مقاس 3×10 سنتي و 8 ورقات تانيين صغيرين مقاس 3×8 سنتي. حاجة نجيب ورق الفوم هنبدأ نتنيه نصين بالشكل ده، وهنبدأ نحط لزق شمع على الأطراف. هتبدأوا تثبتوها بالشكل ده. هنبدأ نعمل كل ورقة من الورق ده بنفس الطريقة. هنبدأ نجيب المقص وهنبدأ نقص شرايط كده. هتطلع معاكم بالشكل ده. هنبدأ برضو نجهز كل ورقة بنفس الطريقة. بعد ما قصينا كل شريطة من الفوم بنفس الشكل ده، هنبدأ نجيب مسدس الشمع وهنبدأ نحط على الطرف ده الجزء ده، هنحط عليه لزق شمع بس، وهنبدأ نثبت كل ورقة مع بعض. وهتعملوا كل ورقة بنفس الطريقة، كل 8 ورقات من الفوم بنفس الشكل. بعد كده هنبدأ نثبت كل لون مع بعض، هتبدأوا تحطوا لزق شمع على الطرف ده، مش هتكملوا للآخر لحد هتسيبوا 1 سنتي من تحت، وهتبدأوا تثبتوا الشريطة التانية عليه. هتثبتوه مع بعض لحد ما تخلصوا 8 ورقات. لما ثبتنا 8 ورقات من الفوم هنبدأ بإيدينا نفتح الورقات كده عشان تطلع معايا بالشكل ده، وهتبدأوا تحطوا لزق شمع على آخر ورقة. وهثبتوها مع الورقة التانية اللي قدامها معاكم بنفس الشكل ده. هنبدأ نثبت كل 8 ورقات مع بعض بنفس الشكل.
والثمان ورقات اللي هما الصغيرين مقاس 3 سنتي في 8 سنتي هنبدأ نثبتهم لون عكس التاني، يعني لون روز ولون فضي. نبدأ نثبتهم مع بعض، تحطوا لزق شمع على كل طرف من الأطراف دي. وهتبدأوا تثبتوا عليها اللي هو الفوم التاني، وعلى الجزء ده اللي هو يبقى القاعدة بتاعة الفانوس هنبدأ نحط لزق شمع وهنثبتها بالشكل ده. ورقة مقاس 3 سنتي في 10 سنتي وهنبدأ نعملها بنفس الطريقة اللي احنا عملنا بيها الشرايط الأولانية. تبدأ تقطعها نصين، بعد كده هنثبتهم مع بعض. وعلى الجزء اللي من فوق في الفانوس هنبدأ نثبت الشريطة من فوق بالشكل ده. كده هجيب شريطة من الفوم اللي هو الفضي مقاس 8 سنتي في 2 سنتي وهبدأ أقصها بالشكل ده. هعملها شرايط رفيعة. بعد كده هبدأ أتني الشرايط دي لبرة. وهحط لزق شمع على الطرف وهبدأ أثبتهم مع بعض. وهتحطوا لزق شمع من تحت وعلى الفانوس من فوق هتبدأوا تدخلوها وهتثبتوها في الجزء ده. هجيب شريط الرولي وهبدأ أقص له شرايط صغيرة. كل سنة وانتم طيبين وربنا يعود علينا ايام جميعا بألف خير. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس لو اول مرة تتابعوني، واستنوني الفيديو الجاي فكرة جديدة ان شاء الله.